مقال بكرة بيعالج موضوع مرور 3 سنوات على حرب تموز. بالحقيقة المقال بيتناول بشكل أساسي شو هي نتائج هذه الحرب بعد مرور 3 سنوات، لا سيما في ضوء تغييرات داخل إسرائيل ومتغيرات إقليمية. النقطة الأولى الأساسية إنه هذه الحرب التي أثارت داخل إسرائيل كثير من الانتقادات بسبب الأداء السيء للجيش الإسرائيلي، والذي أدى في النهاية إلى نشوء إلى تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية بنتائج هذه الحرب وبأداء الجيش الإسرائيلي، أن هذه الحرب بعد مرور 3 سنوات على ما يبدو أعطت نتائج تبدو بنظر الإسرائيليين لا بأس فيها. فالهدوء الذي يسود الحدود اللبنانية الإسرائيلية بحسب اعتراف العسكريين الإسرائيليين هو الأول من نوعه منذ عام 1968، وبالتالي يعني لم تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية مثل هذا الهدوء منذ أكثر من حوالي يعني 40 سنة 68. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، على الرغم من كل القلق الإسرائيلي من استمرار حزب الله في تسلحه وفي حصوله على صواريخ متوسطة وبعيدة المدى وفي مخزون الترسانة الصاروخية التي على ما يبدو يقال أنه يقول الإسرائيليون أن حزب الله قادر اليوم على إطلاق حوالي 500 إلى 600 صاروخ في اليوم على كل إسرائيل وباستطاعته أن تصيب تل أبيب. على الرغم من هذه المخاوف الإسرائيلية من القوة العسكرية وتزايد القوة العسكرية لحزب الله، على ما يبدو أن هناك ضوابط ما لهذه القوة العسكرية تمنع حدوث انفجار كما حدث في تموز 2006. هذا الأمر، هذا الضبط المفروض على هذه القوة العسكرية لحزب الله ظهر في مناسبتين اختبرتهما إسرائيل. المناسبة الأولى كانت اغتيال عماد مغنية في شباط 2008. يومها هدد حزب الله بالانتقام وبالرد على هذه العملية، إلا أنه لم يقدم على أي شيء، وكان هذا إشارة بالنسبة للإسرائيليين أن الحزب يعني يمارس نوعا من ضبط النفس وأنه لن يقدم على خطوة تصعيدية من شأنها جر لبنان إلى حرب جديدة، لا سيما أن إسرائيل رفعت كثيرا من وتيرة التهديدات في حال جدد حزب الله قصف إسرائيل أو قام بعملية ضد أهداف إسرائيلية داخل إسرائيل أو خارج إسرائيل. الاختبار الثاني لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وبين حزب الله كان حرب غزة، الحرب على غزة في مطلع هذا العام. على الرغم من كل الضغوط التي عانتها غزة، الضغوط العسكرية التي مارسها الجيش الإسرائيلي على حماس في غزة، لم يفتح حزب الله جبهة جديدة على الحدود الشمالية للتخفيف من هذا الضغط العسكري، وكان هذا أيضا إشارة أخرى إلى التزام حزب الله بنوع من ضبط النفس. كل ذلك يؤدي إلى نتيجة مفادها أنه ربما حرب تموز 2006 أدت إلى نوع من هدوء على هذه الحدود بين إسرائيل ولبنان. صحيح أنه هدوء هش، لكنه هدوء مستمر منذ 3 سنوات.